الشهيد الحي، إنه الشهيد حسين البقالي. في يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر من عام 1993، أشرق مولد الشهيد السعيد حسين محمد البقالي، فأضاء منزل والديه بجد حفص بنور ابنهم البكر، وعاش طفولته وصباه بين والديه وإخوته وأهله وأصحابه، حتى وصل المرحلة الثانوية في مدرسة النعيم الثانوية للبنين، ووصل للصف الثالث ثانوي ولم يكمله. وحين بدأت الثورة 14 من فبراير، كان الشهيد من أول المنضمين لخدمة الثورة والمشاركين في المسيرات داخل وخارج المدرسة، وتم اعتقاله في أبريل 2011 بناء على البلاغ المقدم من قبل مدير مدرسته. وقد اعتقل مرتين، وتعرض لشتى وأقسى أنواع التعذيب في سجون الظالمين، وأخذ للعلاج ثم تم الإفراج عنه، حتى جاء يوم حداد السماء الأول، فخرج مشاركا ملبيا في فعالية حداد السماء، وشبت النار في جسده الطاهر، مما تسبب له بحروق كبيرة وخطيرة. في عملية حداد السماء رقم 1، طبعا جل أبو اتصال من أحد الأشخاص إن ولده تعرض للإصابة، فراح أبوه وشافه، فجابوا لي كادر طبي في البيت وعاينه، وخد بعدين نقلنا إلى بيت أبوه العود. 3 أيام ظل، كان الصبي كلش طبيعي ما في شيء، مجرد طلب من الكادر الطبي إنه لازم يسوون لي عمليات ترقيع. فاليوم الثالث من تعرض الإصابة نقلنا للسلمانية، طبعا تم التحقيق وياه لمدة 3 أيام، بالإضافة للتحقيق وياي ويا أبوه وخالته. طبعا المفروض دخلنا المستشفى الأحد، المفروض يسوون لي عملية بيوم الثلاثة، هم أخروها إلى يوم الخميس على ما يكمل التحقيق وياه. وبعد أيام تم إجراء عمليتين للتنظيف والترقيع، واستقرت حالته الصحية، وقرر الطبيب إجراء عملية ثالثة وأخيرة، وبعدها سيعود الشهيد كما كان. ولكن ليلة الجمعة أعلن المستشفى تدهور حالته الصحية بعد وضعه مع امرأة مصابة بجرثومة معدية. وفي الصباح زارته أمه آخر زيارة، وما إن عادت للمنزل حتى تم الاتصال بها للذهاب لرؤية ابنها، إلا أنه مضى. ويا 12 وشوي تقريبا رد اتصل الدكتور وقال لنا تعالوا لحسين، فطبعا أني طلعت من البيت يعني فقدت شعوري، طلعت حتى من غير نعال، فرحت إلى المستشفى. يوم أروح إليه أول ما رحت ما دخلت إليه، دخلت إليه خالته وأم العودة. فطبعا أنا لما دخلت عقبهم تقريبا بربع ساعة خلاص الصبي يعني استشهد. هكذا استشهد حسين بيوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2012، جراء الإهمال والظلم والقتل العمد. هذا الشهيد الذي شاءت الصدف أن يفرج عنه في الاعتقالين يوم الجمعة، ويستشهد في يوم الجمعة كما إنه ولد في يوم الجمعة. ماذا بعد استشهاد حسين؟ كان الشهيد يظلل على إخوانه ويمازحهم، وبعد رحيله هجر إخوانه الدار التي كانت تجمعهم، وبرغم ذلك ما زالت ملابسه وعطره وحاجياته كما هي،
مكانها لم تتحرك، ولا زالت والدته كل يوم ترتب سريره وكأنه سوف يعود يوما ما. بعد استشهاده كان أخوه الصغير دائم السؤال عن أخيه الأكبر والبكاء عليه. كثيرا ما يقفز فجأة متجها لنافذة المنزل ليطل، ويقول منها: سمعت صوت حسين، سوف يأتي الآن، أليس كذلك يا أمي؟ فتكون الإجابة آهات أم مفجوعة ودموع ثكلى مفجوعة. كنت دائما ترددها وتقول: أنا الشهيد التالي. وها أنت فعلا قد ضحيت بنفسك في سبيل هذا الوطن المعطاء. ولشهيدنا الغالي كلمة فيقول: شهادة عز أكتبها على صدري فخر بيدي، حبرها بدمي سويت وعلقها على جيدي، لكل ميت يظل ماتم وانا الماتم صفا عيدي، إذا زرتيني يا يما اضحكي أناديني يا وليدي، إذا زرتيني يا يما اضحكي وناديني يا وليدي.